انا مكيف صراحه. مين المخرج اليوم؟ عبد الله رجب. تكفى يا ابو عابد تكفى. عيد الهدف لما كان ورا احمد عسير. هذه اللي بقول لك انا كابتن محمد. خليه عيدوا له الهدف. والله ما زعلوا. لا في 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 لقطه ثانيه كان هو ما بين الاثنين. كان هو واقف بين الاثنين. كان ما واقف. اللقطه الاولى كان اللقطه العاديه. انا كنت بتكلم عن هذه ترى عموما. بس بقول انه قبل شوي التقرير كانت اللقطات اللي موجوده فيه لقطات خاصه ببرنامج الديوانيه. يعني هذه اللقطات فقط اللي ببرنامج الديوانيه. في لقطه الكاميرا ماخذها زوم عليه. الكاميرا ماخذه زوم عليه. شفت ابو عابد هنا طيب بيحضرونها بس ويطلعون لك الذكاء حق كيف على الاثنين. على الاثنين شوف ذكاء بصراحه انه هو يعني اندس ما بين الاثنين اول شيء. وفجاه جاء قدام عسيري وعمل بيده كذا طلعهم برا اللعبه. طلعهم برا اللعبه. طلعهم برا اللعبه. بعدين اتفق مع سوى غير المتوقع يعني استاذ مساعد انه السومة ما شاء الله طويل ما شاء الله تبارك الله طول السومة اللي يقول يشوفه يقول هذا ما يمكن انه يلعب لعبات هوائية لانه جسمه وطوله وهذا ما عنده المرونة في جسمه انه هو يكون مرن بالطريقة هذه ما شاء الله تبارك الله. ولكن هذه من النادر انك تجدها في لاعب طويل القامة وطوله في كثير من الاحيان يمنع من انه هو يكون مرن في بعض اللعبات الهوائيه مثل اللعبات هذه. صحيح. الحاجه الثانيه اللي هي اكثر اهميه هو ما شاف الباب ولكن عنده احساس وشعور للباب. حس المهاجم عنده حس المهاجم عنده حس الهداف. جاسم يعقوب كربون. برافو عليك والله يا دوب. انا كنا اشوف جاسم يعقوب برافو عليك نفس شوف جاسم على الارض ما هو حريف ما هو حق مراوغه كذا لكن في المباراه يسجل لك هدف هدفين وفي هدف اللي في موسكو زي هذا الهدف ثبت على صدر هو اجمل اهداف التاريخ هدف جاسم. جاسم السومه نفس الشيء وسبحان الله السومه برضه كان يلعب في القادسيه يعني صحيح كويتي. خالد